أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أرحبوا بكم أجمل وأرق الترحيب، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم يومي الصبح نطلع عليكم بهذا الوقت الصباحي. وأكيد يعني في مناطقنا المهمة في بغداد، سواء تجارية أو بيها شيء من تراث بغداد القديم أو بيها ذكريات قديمة، اليوم اصرينا نكون بواحد من اهم شوارع العاصمه، ويعتبر هذا الشارع او على حكايه اهلنا قبل يقولون ماكو واحد يتزوج اذا ما يمر في هذا الشارع اللي هو شارع النهر، ماكو اثنين يتزوجون اذا ما يمرون بهذا الشارع. هذا في زمن الثمانينات، في زمن السبعينات كان واحد من اهم مصادر التجاره في العراق هذا الشارع، وكان مؤثر جدا، كان مؤثر على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الاجتماعي ايضا. اصحاب المحال التجاريه في هذه المنطقه تعودوا من ذاك الوقت لهذا الوقت، تعودوا على طريقه انه هذه المنطقه مهمه، هذه المنطقه تعتبر قلب بغداد، هذه المنطقه لها خصوصيه، مكان بشيء من الماضي، بذكريات من الماضي. جمال بغداد كان في هذه المنطقة اللي هو شارع النهر، شارع الرشيد، الشورجة، هذه هي المناطق اللي كانت في بغداد، وكان لها صيت يوصل إلى المحافظات كلها، تقريبا أغلب المحافظات مسواكم من هذا الشارع. وهسه يمكن يشوفونا بعض الأخوة اللي بيهم هاجر واللي بيهم داخل البلد واللي بيهم الوضع ما خلاه يستمر بالتجارة وقعد بالبيت، بس من يشوف هاي الصورة يتأذى يتألم. أنا قبل ما نبلش كنا نسولف على الشورجة ونسولف على شارع الرشيد ونسولف على شارع النهر. في هذا الوقت تحديدا وقت الصبح كانت الناس تروش بهذه المنطقة، مالك مكان، يعني مالك مكان تدخل بالسيارة أو تتجول براحتك أو تصور براحتك مثل ما هسه احنا نصور. كان صعب جدا لأنه الحركة التجارية والاقتصادية في هذا المكان كانت من أهم روافد التجارة في العراق. لكن الآن تشوفه ماكو شارع مهم وحيوي، وتخصص الناس هنا بهذا المكان، يعني تخصص أصحاب الذهب وأصحاب الملابس وغيرها صاروا يفتحون حتى من 11 من 10:30 يفتحون لو ما يفتحون، لأنه الحركة التجارية والاقتصادية أصبحت مو بالمستوى السابق اللي كنا نشوفه. يعني وسولفنا قبل شوية قلنا الشورجة صارت كل منطقة بها شورجة، البياع بها شورجة، العظمية بها شورجة، المدينة صارت شورجة، الكرخ صارت بها هواي شورجة. فلذلك انه قلت الحركة، حركة الاقتصادية في هذا المكان، وهذا المكان يمكن يوم بعد آخر راح توصل به المرحلة لأنه إن شاء الله ما توصل، تغلق أبواب المحلات لأنه الأجار مختلف عن بعض المناطق، الالتزامات مختلفة، المنطقة وخصوصيتها. لذلك نشوف الحركة التجارية تقريبا في كل العراق الآن أتحدث مو تمام، مو بالمستوى. يعني هسه على سبيل المثال التاجر هو شي يريد أو صاحب البضاعة شي يريد، شنو الإجراءات اللي توفرها الدولة مثلا؟ شنو القانون اللي يتوفر الدولة حتى أني كتاجر أمشي بالقانون وأمشي بالإجراءات القانونية حتى يستمر باب رزقي ويستمر تستمر عجلة التقدم وعجلة التجارة؟ يعني هن شغلتين لو ثلاثة بالزايد، أولا توفر لي بيئة مناسبة للتجارة، اثنين تسيطر لي على الحدود وعلى المستورد، ثلاثة تنطيني تذكرني بسيطرة النوعية، أنا ما أهدر أموال طائلة تتهرب إلى الخارج بشغلات يعني شغلات بسيطة جدا وتروح أموال والعملة الصعبة تطلع خارج البلد.
واحنا ما نقدر نصاع لنا خاشوقه مال شاي. ما مو منطق يعني. مو منطق. شارع رشيد كان تقريبا 50% 60% كله معامل. كله معامل محليه تشتغل الناس. وكل معمل كان بي 30 و 40 عامل. اليد العامله كانت تشتغل. العراقي ما كان يدور شغل يطلع يدق ابواب المحال بلكي تشغل، لا كانت اكو سياسه اللي تخليك تقوم عملك سواء بالاقتصاد سواء بالصناعه او سواء بفرص العمل، كان محسوب حساب. الان اذا تريد تسولف تلقى مع جل احترامنا لكل الجنسيات، لكن تلقى البنغلاديش وتلقى الباكستاني وتلقى السوري وتلقى المصري وتلقى اللبناني وتلقى جنسيات. هسه اني مو ضد، لكن اكو مبدا انه اني تكون عندي احصائيات بالارقام، تكون عندي اراده بالعمل، تكون عندي خصوصيه بالالتفاته، يعني بالالتفاته الى المستويات الاقتصاديه اللي نعيشها يعني. بغض النظر عن المشاكل السياسية والجوانب الأخرى، لكن لازم أكو سياسة واضحة لإدارة العمل عموما. هذه الصورة طبعا تلاحظوها طبعا شارع النهر بهذه الفترة الصباحية بهذا الوقت الصباحي. أنا راح أتحدث عن مجمل التفاصيل اللي موجودة اللي نشوفها، الوضع الاقتصادي والتجاري، الحركة يعني حركة المتبضعين تقريبا تكاد تكون محدودة جدا، لأنه الأسباب مثل ما أعطيناها قبل قليل والمعطيات هي قدامنا. يعني الآن تشوف، عفوا تشوف المعطيات قدامك الآن، يعني ماكو سياسة واضحة، يعني ماكو يعني إدارة حقيقية فعلا لحل الأزمات يعني بصراحة. وبالتالي هذا ما نراه يعني الآن هو هذا اللي نشوفه قدامنا. بالتالي إنه بكل أدب وبكل احترام إنه نطرح هذه القضايا، عسى أن تصل إلى أسماع المعنيين ويشوفون بها إجراء على الأقل، يعني على الأقل تقدير. منطقة قديمة مثل المناطق اللي الآن نشوفها، شناشيلها القديمة، تراثها القديم، صورها الجميلة، الآن وصلت الحال تشوفها لهذا المستوى، يعني تشوفها بهذا الشكل، يعني يألمنا والله صراحة. نتألم نشوف بغداد بهذا الشكل، ونتألم نشوف العراق بهذا الشكل، يعني يؤسفنا والله. عموما هسه هذا واحدة من جملة من المشاكل اللي لاحظها، وجملة من القضايا اللي نتناولها، لكن هذا جيد لازم يذكر انه اكو توجه، لكن نتمنى تكون النوايا صادقة، ونتمنى تكون الإرادة حقيقية، إرادة للتغيير حقيقية، وإرادة للعمل حقيقية. هذه اللقطة طبعا احنا الآن من أهم الشوارع في العاصمة، يعني واحد من شوارع العاصمة المهمة والمؤثرة تشوفها بهذا الشكل، يعني تشوف محلات لغاية الآن معزلة، شارع النهر على مستوى، لكن هذه سياسة البلد رايحة بهذا الاتجاه، وهذه معطيات الآن قدامنا. نتأسف عليها، نتأسف فعلا. بعض الأحيان نقول العمل الميداني هو اللي يخليك يعني تنطل الملاحظات الحقيقية، لأنه بصراحة ما شفنا واحد مسؤول دخل ومشى وشاف وتمشى بشارع الرشيد وتمشى بشارع النهر وعرف الخلل وين وحدده وراح يسعى إلى إصلاحه، أو يمشي بالملاحظات اللي الناس تطرحها. ماكو ولحد الآن ما شفنا، يعني بصراحة ما شفنا أي إرادة بهذا الاتجاه، لذلك نشوف الحركة بها، نشوف الوضع بهذا الشكل، يعني وهذا مستمر. يعني هذا حديثنا الآن متعب نفسيا، متعب صراحة متعب نفسيا.
شارع حيوي، ابواب المحال مغلقه، حركه تكاد تكون مهجوره. والله هذا شارع النهر، يعني واحد من اهم الشوارع في بغداد. يعني السلام عليكم، شلونكم؟ وبالتالي تلقى بهذا الشكل، تلقى بهذه الصوره، يعني صعب. خلينا نشوف الاخوه هنا برضه. السلام عليكم، صباح الخير عليكم والعافيه، شلونكم؟ شو اخبارك عمي؟ شلون الصحة؟ السلام عليكم، شلونكم؟ زينين؟ شو اخباركم؟ شاي وجيجاره لازم؟ تعودكم متعودين عليها. يعطيكم الصحة والعافية. يحفظك، الله يسلمك. تفضل استريح. دايم لا اخ عزيز والله. شلون الامور؟ الحمد لله والشكر تمام. كنا نتمشى اليوم بشارع النهر، نعيد الذكريات، نشوف الوضع. هسه انا جيت امشي فد 10 دقائق 5 دقائق شوله. اي هو السوق هالشكل صار. شكلي على هاي يومية هالشكل؟ اي والله يومية هالشكل. اي هاي السوق وخربطة السوق وظروف السوق. وايجارات عالية قامت الناس تعزل. تعزل؟ اي تعزل، ايجار عالي، شغلك ما يوفي الايجار، تعزل. التزاماتك هواية. اي التزاماتك هواية. وما يسد. ما يسد. شارع النهر واحد من اقدم شوارع بغداد، بيروح بغداد القديمة. بذكريات. ناس متعودة عليك وناس تتعنى من المحافظات، تتعنى من مناطق بعيدة. زين. ازدحام. زين. شوارع مسددة. زين. ما بعد ما يقدر يجيك. هذه كلها عوامل تخلي الشارع هالشكل. بالضبط بالضبط. حركة السوق يعني بيع ومشترى، يعني شلون وضعها؟ ضعيفة. بيع ومشترى. ضعيفة. ضعيفة، يعني الناس قامت أولا يقول لك أني اروح للمول احسن لي. والمول ايش فيه؟ شو تروح للمول يقول لك والله اروح للاسواق الرخيصه احسن. اسواق رخيصه نفس لا هي تيجي على اسعار بشارع النهار او بالمحلات او بالمول، هي نفسها. هو يجي يسوق منك ويبيع منك، يعني نفس الفروقات بسيطه، بس الناس تدور راحتها. زين. يقول لك انا جاي ازدحام وما ادري شنو، مكان حار ومكان بارد. بالمول صار فشي مرتب. زين. والناس تدور راحتها. ابو من؟ ابو نتالي. نتالي الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يحفظك. يحفظك اياهم ان شاء الله. اولادك الله. الله يديمك ويحفظك. ايش قد صار لك هنا ابو الله؟ صار لي هنا تقريبا من 97. ايه. ما شاء الله. مستمر نفس المحل. ايه كان لا محلي اللي قدام وحولت هنا. ان شاء الله. كان عندي معمل مال خياطه. زين ما شاء الله. من صار الاستيراد، انفتح الاستيراد، انتهت المعامل. ذبحوها شغل. اي انتهت المعامل، وجدتك الكهرباء، وصار الاستيراد سهل. انا قبل شوي ذكرتها والله، كان شارع الرشيد به هواي معامل، حتى شارع النهر كانت به معامل، خياطه. معامل كلها معامل. بس انسدت راح. انتهت اي بعد ماكو معامل. لا مكاين ولا؟ لا 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 ماكو خياطه. صناعه ماكو. صناعه ماكو. هو صعب هسه هذا؟ صعب صناعته مثلا؟ لا مستحيل، محترفين عندنا احنا. شنو؟ ايه مكلف. مكلف انت اذا عندك معمل 10 مكاين. ايه. كهرباء ايش قد؟ عمالك ايش قد؟ ضريبتك ايش قد؟ ايجارك ايش قد؟ هسه انت بالتليفون تخابر بنطلون دز 100 بنطلون، 1000 بنطلون. صار اسهل. للاسف. بالضبط. بالضبط. اني جدا ممتع. اني ممنون. شرفتك. صح. احفظك. الله يبارك فيك. وانا سعيد جدا والله. سعيد جدا. الله يرزقكم ان شاء الله ورزقكم قدامكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك ويسلمك يا حبيبي. حبيبي النتالي. هذا واحد من الجوانب يعني. هسه انا من سالت قلت انه المحلات شو معزله، اذا مثل ما تحدث ابو النتالي يعني ارتفاع السعر وما يسد اجوره. فتشوفها بهذا الشكل ولا ما ممكن يعني يوصل الشارع لهذا المستوى؟ لو اكو فعلا عمل وشغل وحركه يعني تصير اكو حركه بالسوق ويشتغل السوق. لكن الان انت تلاحظه يقول لك والله هو صاحب المحل هو ما يشتغل، شو يسوي؟ شو يسوي؟ السلام عليكم حب، هاي لقائنا الثاني ان شاء الله. شلونك حب؟ شو اخبارك؟ شلون صاحب؟ ان شاء الله زين. شلون امور؟ يعني نعم والله هي على الطبيعي. شلون حبيبي؟ الله يسلمك. احنا مقفشين اليوم عليكم. هلا بيكم. بس مش مو بيكم بينا يعني. لا والله هلا بيكم.
حبيبي شلون امور؟ والله الحمد لله، انت شلون؟ شنو اخبارك؟ والله الحمد لله تحت رحمته. هواي محلات معزله بعدهم ما جايين لو ايجارات وغاليه وسدوها. والله هاي الصفحه كلها يعني ما تاركه محلاتها من زمان. اي والله يعني هو السوق هاي شلون بعد تعرف الوضعيه خربطه. اي طبعا يعني هواي عافت محلاتها وراحت، وهواي تركت، وهواي والله عافوا الايجار. يا اهلي يجي فتره وعاف محله، يعني عاف الايجار ورجع بطل. غاليه مو غاليه ايجارات، وسوق تعبان بصوره عامه، سوق كلش تعبان والله. يعني السوق مو مثل الاول، خرب. صارت هواي بضاعه وصارت بلايه معنى يعني. طبعا يعني يا اهلي جضل تعرف، يا اهلي جضل يطلع يسوق هو نفسه، وهو يروح يسافر. فالعالم يعني شلون مثل ما تقول صوره، يعني محلات كلها اكثريتها عزلت. اي الله يكون بالعون. الله يسلمك، رحم الله ورزق على رزقكم. الله كريم، شو تسوي؟ هو اعز الله يخليك. الله نشوفكم تشتغلون والله يا الله. بعد هو بيد الله الرزق، الحمد لله والشكر على فقيد. الله يسلمك فقيد ان شاء الله حبيبي. الله سعيد بشوفتك يا طيب. ورده ورده حبيبي. يعني هذه واحد من الجوانب اللي قبل شوي سولفت عنها، انه هو طريقه العمل اختلفت. يعني خل ارجعكم الى قبل 5 أو 10 سنوات، مو هواية. السلام عليكم. قبل 7 سنوات أو 8 سنوات هذا السوق ما تقدر تتمشى به، لأنه ما تقدر تأخذ راحتك من حركة الناس والعرباين اللي يطب بهذا السوق. هم صعوبة الطب، والبضاعة تطلع يعني يجيبون بضاعة ويشترون ويدزون نقليات، وأكو حركة. لكن الآن تشوفه يعني وكأنه يعني ما أعرف، يعني سبحان الله، هو الرزق بيد الله. لكن أكو خلل اللي وصلنا إلى هذا المستوى، وهو خلل إنه عدم استقرار السوق ووضع السوق، وعدم الاهتمام بجانب التجاري والصناعي، وهذا الدليل. السلام عليكم، شلونكم عن الله يديم. وهذا اللي وصل يعني إلى هذا المستوى. إحنا على حكايتهم الأخوة التخصص يقولون يعني هذه الأيام تحديداً بيها جانب التغيير جو، يعني نزل الشتو، يعني موسم يفكرون به الأخوة أصحاب المحلات ويحسبون حسابهم لفترة من الزمن، أنه الموسم يفكرون به موسم الصيف وموسم الشتاء وموسم محرم وموسم العيد وموسم العمرة والحج، والتفاصيل اللي يحسبونه بحساب. هذه اليوم لا، صارت طبيعية، يعني حالة بسيطة، يعني حالة عابرة يعني. وهذا هو هذا. طبعا احنا ندفع الثمن بالأخير بالنتيجة، يعني أصحاب المحلات الأخوة. السلام عليكم عمي. هم اللي يعني الأذية هي تقع على عاتقهم، لأنه وهم بالسوق يعرفون، يعني القدام يعرفون. السلام عليكم عمي، صباح الخير والعافية، شلون أمور؟ مرتاح إن شاء الله. والله عاش إيدك على القعدة هاي. شلون أمورك؟ والله يا الله. أبو من؟ أبو علي. أبو علاوي الحبيب، شلون أمورك؟ الحمد لله. الأحوال؟ يا الله. شلون الشارع؟ والله شارع يا الله. شارع النهر هذا اللي ينضرب به المثل، كان وادم تتعناله، كل شيء بوقته حلو. راح ذاك الوقت؟ اي ما يرجع؟ لا ما يرجع. صعب؟ صعب والله، بس يا الله كل شيء تغير. اي للاسف والله. الحمد لله والشكر. هاي منطقة كانت حلوة ومرتب، كان كلش حلو هذا، وحركة بيع ومشتري وادم ومفرد زين، وبس عراقي، وبس عراقي، ما اكل صيني ولا تركي ولا سوري. زين هسه ايش عندنا هنا بالسوق؟ صيني وتركي وسوري، هذا اللي كلهن هنا موجود. اي نعم. زين شلون قبل احنا سادين حاجه ونشتغل شلون؟ وقبل كان العراقي انتاجه كله ونشتغل، هذا يشتغل ذاك يشتغل هذا يشتغل، كله تشتغل، والعامل يشتغل. اي كلها معامل. زين كانت هنا معامل هواي بعد. اي بستاكية وقندرتية وخياطة وكل شيء. زين هسه كله انسدد؟ اي انسدد ولا واحد؟ اي للابد. انا ذاك اليوم دخلت على شارع الرشيد، اكو واحد يشتغل احد. اي هذا بس على الطلب. بس على الطلب؟ على الطلب هيك يعني، رجال كبير والله. يشتغل له كم حاجة؟ وكم معمل.
بس الاوليات راح. اي الاوليات راح، صار كلها مقاسين ملابس واحذيه وجنط وكماليات. لا وش وقت انت جيت لهذا الشارع؟ شارع النعم من زمان انا. يعني يا سنه تقريبا ثمانينات لو تسعينات؟ تقريبا 78. اه 78؟ اي ما شاء الله. ايش تتذكر من السوق؟ وداع تبالي. شنو ذكرياتك في السوق؟ السوق؟ اتذكر كان كلش روعه هذا والله. تتعلم علي من تتذكر ذيك طبعا. اي طبعا والله حلوه ذيك. اي طبعا للاسف غير هذول جو خربطوا الاول التالي الدنيا والحياه كلها حرامات. اي طبعا حرامات احنا ما نستاهل. لا من نستاهل بالله. احنا من يدينا احنا هم لنا سبب يعني. اي طبعا بس احنا ما كنا حاسبين حسابنا. اي طبعا. ابو علي كانوا يعني ماكو عرسان اثنين اذا ما يمرون بهذا السوق. طبعا ماكو عرسان. هو كان كل منا يشتري الملابس والذهب كل شيء منا. اي يقولون عليها تجهز. اي نعم تجهز المره منا. اي نعم. ابو علي والحبيب انا جدا سعيد شفت. اشتروا اشربوا شاي. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يبارك فيك. بعدك شايف انت عمري 60 سنه واشتغل بالحماله. لا حرامات حرامات. انا بلد الخير والنفط. لا راتب لا تقاعد لا رعايه وكل شيء. ايش عجب؟ ما بس ما. الله بس رحمه الله. لا راتب راتب رعايه على الاقل. كل شيء ما في. راجعت مرتين ثلاثه اربع مرات ست مرات كل شيء ما طاني. وهسه انت شغلك بالعربه؟ بالحماله. لا يا والله يا مواليد 65. وعافية. رحم الله والديك. هناك جماعة شلون وياك؟ والله زينين الحمد لله. بالمحلات. لا زينين. أنا لك معاميل يعني يدزون لك. إي الحمد لله. الحمد لله. الله يعطيك الصحة. إحنا أهل أكثر من أهل هنا. فعلاً. والله. والنعم والله بالله. الله يبارك بيك ويسلمك أبو علاوي الحبيب وأنا بخدمتك والله. هلا بيك. تريد أسعالك موضوع الراتب مال الرعاية والله الآن نطرح. على وا والله. زين. وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ أحمد الأسدي. يعني اذا انت قدامك هالحاله هذا شلون يعني؟ بكت الله يسوي لنا بكت حتى نخلص من هالعربانه. تكفي لك راتب الرعايه؟ اي والله اهم شيء يطلع لنا مال خاط يطلع لنا. وانا رجال مريض هم 50% عندي صراع. الله يعطيك الصحه. رحم الله دي. انا بالخدمه. خادم ربك. انا راح اخذ تليفونك اذا عندك تليفون. عندي تليفون. اعطيني والله تليفونك. خلى اتصل على رقمه من يمك وتحفظ رقم يمك. طلع البيت البيت. لا انا ادق لك رقمي. اي زين وتخابرني عليه وانا بخدمتك. انا هذا كتبت لك اياه. ابو مين؟ انا احمد الركابي ابو يوسف. زين هسه راح اتصل عليه هذا. زين أحمد. وانا هسه ابو احمد هم راح يعطيك الفون. زين وانا بالخدمه. هذا رقمي احفظه. شو اسوي له حفظ؟ ابو علي علاوي شو يشتغل؟ والله نعم بالسوق. لا لا بالبيت. قاعد ايش عجب قاعد؟ ليش قاعد؟ كمل دراسته ولا لا؟ ها هذا رقم. احمد الركاب اول واحد صار عندك هذا فوق. يلا حبيب وعلي تخابرني وانا بالخدمه. حبيبي حبيبي هذه من نحكي تلومونا يعني والله يلومونا يقولون شوف يحكون ما يخافون على نفسهم. لا والله نحكي بعالي صوتنا لانه رجل بالسبعين يعني بالسبعين يعني يشتغل حماله. وابو علي واحد من الاف مؤلفه من الناس يعني. وهذا اللي يؤسفنا يعني كبار بالعمر. السلام عليكم عمي شلونك حبيبي؟ الله يديمك. يؤسفنا والله يؤسفنا نشوف هالحالات يعني. وللاسف يعني بلد الخير وبلد النفط يصير بهالشكل يعني. ما ادري انا حتى من السوالف ملينا. حتى هم الناس ملوا يعني. الحكي اللي هوايه هم يصير يعني شويه ثقيل يعني ينمل. هذه احنا في بلد يا اخوان بلد نفطي خيرات الله كلها بي. اعطيني شوف اللقطه اللي الان تلاحظها.
هذه الصوره في قلب بغداد. هذا اللي يؤسفنا، هذا بصراحه اللي يألمنا ويحتاج نسولف فيها الحاله بصراحه، يحتاج، لانه مرات توصل بيك الحاله انه تفقد شعورك بالحديث، وقد يكون دخلك في متاهه ما تخلص من عندها. ما اعرف يعني هذه سياسه البلد اللي صار بيه الفساد المالي والاداري علني، هنا من يصير الفساد من راس الهرم. اقرا السلام، يقرأ السلام. انا البارحه مقطع فيديوي نسب الى كبار او رئيس مستشارين رئيس الوزراء، يعني دوله رئيس الوزراء حمد الشاع السوداني، وتسجيل مسرب يعني طلع، يتعامل بالمليون دولار، بالمليون دولار يتعامل. يعني تخيلوا الفساد وين واصل. الفساد عبر مرحله عندنا، احنا الاول بالعالم هسه، تدرون لو ما تدرون، لانه احنا البلد الوحيد اللي يتعامل هسه بالمليون دولار بالفساد. ماكو بلد بهذه الطريقه. احنا لو شايفين واحد دابينا جوا بالسجن وطلعوا لنا صوره شلون بالسجن وشلون الذل عليه لانه حرامي، كان صارت رده فعل. بس احنا لا، الحرامي عندنا طليق حر، طليق، ويتعامل ويدخل بمؤسسات الدولة وياخذ مناصب ويبيع مناصب ويشتري مناصب. والفقير اللي لو قاعد له بتشينكوات تفلشون هنا عليه تودونه بالسجن يقعدون. ماكو عدالة يا اخي، والله عجيب. لو بالتقاطع يبيعك لنس تاخذونه تذبونه جوا لانه متسول. ما تنظرون الى نظرة المؤسسة شلون تعمل. المفروض المؤسسة من تعمل وفق قانون، وفق مبدأ. احنا لا المبدأ ولا القانون. القوي يأكل الرتشيش، يأكل الضعيف، وبغابة، صدقوني بغابة بالله الكريم، أقسم بغابة احنا الآن، أقسم بالله، لأنه المرحلة اللي وصلنا لها اليوم ما واصلينها قبل. القاتل وحده مطلوع صراحة بحريته عجيب عجيب. استغرب والله، نستغرب الحالات اللي نشوفها يومية. ما أدري يعني شنو الموقف، يعني بصراحة يحسسك أنه أنت في غابة مو بلد. ومن يغيب القانون هاي اقرأ السلام. ماكو قانون الآن، ماكو قانون بصراحة، ماكو قانون. السلام عليكم عمي، شلونك؟ صحة وعافية. الله يعطيك الصحة والعافية حبيبي حبيبي. زين، وهذه يعني هذه واحدة من الصور، يعني بصراحة من الصور المعيبة بحق البلد ومعيبة بحق الشعب العراقي. عمر الشعب العراقي ما وصل إلى هذا المستوى، ولا وصل إلى هذا إلى هذا الوضع أبدا. لكن الظروف والسياسة الأمور الأخرى اللي وصلتنا هذا المستوى، هذه الصور نتأسف عليها هواية. ماكو يعني احنا حتى بعد ما نقدر، يعني ما نقدر شو نقول، ما نقدر نشتكي، بس حسبنا الله ونعم الوكيل، ونتقدم إلى الله بالدعاء. أما يعني ما يصير لنا كل صايرة بعد، لأن الشعب تقسم والسياسة أخذت جانبها وقسمت الشعب الى فئات ولا انتماءات، وهذا اللي صار. السلام عليكم حب. سلام حبيبي، شلونكم؟ الله يسعدكم. ضحكة خير ان شاء الله. هاي انتم ملتهيين بالتليفونات بس يعني. شلون اخوي؟ الله يحفظك. شخبارك؟ الله يخليك. اسمح لي قاعد يمك اليوم. شلون امورك؟ الله يسلمك. شلون احوالك؟ الله يخليك. انا وياك ملتقين. لا انا اول مرة. اول مرة؟ بعد انا هنا بهالمحل ملتقين. شلون امورك؟ شو مرحبا، الله يحفظك حبيبي، الله يخليك. اخبار اخوي؟ الحمد لله، الله يسلمك. ايش قد صالك بالسوق؟ صالي بالسوق من 2008. ابو مصلحه. الحمد لله واشكر. زين، ايش جاي يصير بالسوق؟ السوق تعبان والله. اللي تعب الدولار، اللي تعب حركه الناس، ماكو تجاره دولار. تعبانه. دولار. شنو اللي تعبه؟ دولار. دولاري. يعني العالم تخاف، ما عندها قابليه تشتري اكثر من طاقتها. زين.
قبل 5 سنوات. نعم. شلون كان سوق؟ خير من الله. احكي لك من 2008 لحد 2015 كانت احداث داعش ما داعش. الوضع كان تمام، كان الوضع تعبان بس السوق خير من الله. اها. اي السوق خير من الله. انفجار الشورجه وساحه الطيران قدامنا وطيران وغيرها والوثبه وهوايه امور تصير، بس كان السوق خير من الله. بس هسه الوضعيه كلش تعبانه. واكو شغله ثانيه انه نتحدث عنها، هي بالتجاره اكو جدد دخلوا على السوق دمروا السوق. جدد على السوق؟ اي دمروا السوق، هاي وحده. الشغله الثانيه ابو المفرد اللي يروح تركيا يعني ما عنده مثل ما يقول مثل التاجر فلوس، وهاي ترجع من غرفه التجاره لازم يحاسبون، يعني المفروض يخلون بس التاجر يسافر. ابو المفرد يحط فليساته بجيبه. هم هي سفره وانسى، هم انسى وانسى، هم جايب بضاعته وياه وجاي. بس التاجر دي يتأذى، هاي لازم يصير بيها رقابه. لازم يصير بيها رقابه. غرفه التجاره شنو موقفه وياك؟ ماكو شيء والله، طبيعي ماكو. وذول عندنا شيء، اكو شغله ثانيه هنا اللي هي هاي الحاله، خلي يصورها التيك توك. حاله التيك توك دائما الناشط، دائما الناشط، وسجلنا اسماءنا وسوينا تقارير. شنو طبتهم؟ شنو اذيه؟ اذيه. ليش ماذيك؟ كل شيء، كل شيء ماذينا، كل شيء محاربينه. ما نقدر كل شيء نسوي. هاك باعه وقف قبالك سد عليك باب المحل، كل شيء ماذينا الله شاهد. زين هاك صوره، خليك صوره وشوف كل شيء مذين العالم. تجار اشتكوا يوم غرفه التجاره، اشتكوا يوم وزير الداخليه وماكو فايده، يمنعوهم الصبح ورا ساعه ساعتين طبوا. ما يسيطرون عليهم؟ ما يسيطرون عليهم. زين غياب القانون. هذا ابو الدراجه او ابو التيك توك لو يعرف انه اكو قانون. نعم. طبته بالسوق شنو؟ اكو بيها قانونيه. امور ثانويه طبته شنو؟ رايحة جاية حمامين على باب الله، أبو المحل على باب الله، يجي فنانة يتعارك وياك، يتعارك وياك، يتعارك وياك. سكيت بالله وين؟ يم غرفة تجارة وماكو شيء. لحد هسه. ما يسوي لكم حل؟ ما سوى لنا حل. لا هو هم ما يصير الحل. أي ما يصير حل، يعني هواية. أي. سيطرون واحد. أنا أرد بالله على المستورد. حسن حسن بالله ويا بالاتجاه مالته. هسه دخوله هنا أنا أردفته ماشي. السوق منين؟ من الدولة. المستورد لازم يقضى عليه، الدولة تقضى على المستورد، امنحها نهائيا منعا باتا. لا هم يلزمونه يودونه حجز. اي حجز في فايده، حط غرامه 50,000 وطلع. شد ارقام، شد ارقام. هذا مكان صار له الاف السنين، مكان تراثي. هذا مكان تراثي طبي توك توك، صح له غلط؟ زين فهذا الموضوع دي يصير كلش نتأذى. الخدمة هذه أمام أولا دائرة مرور الرصافة، مرور الرصافة، وزير الداخلية، يعني لازم يسوي النحل، يوقف سيطرة، يمنحهم منع الباطن يعني بالوثبة. هسه يقول لك هذا هم باب رزقي، أنا هم هسه جاي استرز باب رزقي. أذب على الشارع أخويا، أذب على الشارع. ما على حال السيارة. على حال التاكسي. مو صحيح؟ مو طب وجوي مو بالمحل. هسه بعد اريدك تجي اذا لحقت تجي بال11 ب12 وين الحل مال الموظفين او بالوحده؟ شايف ايش يصير هنا؟ جراج مال علاوي، الله وكيلك، جراج مال علاوي منا واللي غاد واحد بصف الثاني يطبق. انتم شغلتكم على الحل. والله العظيم اللهكم زين. انا جدا ممتع حبيبي بالخدمه، عيون عزيز على راسي، شرفتنا. الله يبارك فيك ويعطيك الصحه والعافيه وان شاء الله رزق الحلال. الله يوديك، الله يسلمك على راسي حبيبي. يا حبيبي الله يديمك. هذه طبعا الحاله اللي ذكرها الاخ، يعني هذه ايضا نضحها امام الاخوه في قياده الشرطه، يعني ايضا جانب على 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 اهتماماتهم المفروض. بصراحه عاده يعني في هذه المناطق تحديدا. الحبيب السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ ما انا اقول التقيت هنا. شو اخبارك؟ شلون الصحه؟ ان شاء الله زين.
الله يبارك فيك. الله يديمك. شلونك؟ شلون صحتك؟ اخبارك؟ شلون احوالك؟ صباح الخير. الله صباح الخير والله يديمك. شلونك؟ الله يديمك. هلا. اليوم مشتك كلش. اي لا زين الجو طيب طيب. شلون احوالك؟ الله يسلمك. جو طيب والله. طيب ان شاء الله خير وبركه. طيب والله انت طيب. وان شاء الله هاي الناس الله يعطيهم الصحه والعافيه. الله يبارك فيك. هذا بركه. انت بركه والله. انت يحفظك. هذا سلامك هسه وملقاك يسعدنا. طيب نسلم عليه واحنا نسلم على كل العالم متواضعين ان شاء الله. الله يسلم. الله يرضى عليك. كنت اسولف يم الاخ يعني ذهنا عمي كنا نسولف انا والاخ هسه قبل شويه. احنا هذا شارع هو خلي هسه نعوف الشغل ووضع الشغل بس شارع حي ومهم يعني انا هسه من دخلت بيه هسه الاخ هنا انطى ملاحظه على التكاتك مثلا على وضع حركة السوق ووضعه. والله مأذيتنا التكاتك والله. عجب. والله مأذيتنا. سوينا تواقيع لمينا تواقيع التجار كلهم ودزيناها لغرفة التجارة ووديناها للقوات الأمنية والبنك المركزي ما استجابوا لنا. ما أعرف شنو يعني رشوة يطون ما أعرف. هسه هو بتكتك شو ينطي؟ ما أدري ما أعرف. خمس سنوات. شنو السبب؟ ما أعرف شو يطيهم ما أدري. يعني. زين هي أذيتها شنو؟ أذيتها والله عرقلت السير. عرقلت السير وقت الحل وقت الحقي وقت الذروة يعني الموظفات يعطلون السير والناس يعني متضجور من عندهم. زين انتم هم مثابة آبائهم لأن هم أغلبهم شباب. قاعد ننصحهم والله قاعد ننصحهم. سولفون وياهم. سولف وياهم بالقانون بالمروة بالخوة بالتآخي ما يفيد. اي ما يفيد. يعني حاولت؟ حاولنا والله ما يفيد عدة مرات. للأسف والله. سوى قلة كم باب رزقي وهم الجماعة. باب الله وباب رزقي وهاي يعني شو تسوي له؟ يعني ما تقطع رزقه ما تقدر. بس هي ظاهرة. بس لو أكو يعني أنا المحلات البداية معزلة. يمكن إيجاراتهم غالية. إيجاراتهم غالية نعم إيجار. عزلين. إيجارات. لا هي هسه هنا المربع يسمونه المربع الذهبي بنص السوق. هناك بالأخير يعني ما أكثر شيء هنا. شغلكم شلون؟ والله يعني هسه موسم وسط موسم شد وسطي وسط يوم زين البارحة السبت زين اليوم ما مهجل. تشتغلون السبت وجمعة لو جمعة ماكو؟ لا جمعة ماكو معزلين استراحة. الله يكون بالعون. الله يسلمك. الله نرزقكم. مية هلا. يحفظكم. أغاتي الله. لكم الصحة والعافية. ورزقكم قدر النوى. نشكر قناة زاجروس. الله يسلمك. احنا هيكم. قناة. احنا أهل. قناة سباقة يعني. الله يديم. الله يسلمك. سعيد جدا والله عمي. الله يديمك. تحياتي. وسلام موفق. السلام عليكم حبيبي. الله يديم. يعني هذه وجهات النظر اللي نطرحها يعني أبو التك تك. شلونك كابتن؟ شو أخبارك حب؟ شلون أمورك؟ عدلها شلون احوالك؟ الاسم الكريم حمودي حبيبي قواك الله. صباح الخير والعافيه. الله يخليك. شلون امورك؟ الله يسلمك الحمد لله والشكر. حمودي شلون شغلكم؟ والله نعم الحمد لله والشكر ماشي. قد صار لك تشتغل؟ انا من 2018. والتيك توك ايش قد صار لك عندك يعني تيك توك؟ ايوه اشتغلت بالتيك توك من 2018 اشتغلت فيها. أنا هسه سمعت بعض الأخوة جابوا طاريكم وهسه أرد أسولفك إياها بما أنزلت. أنتم عددكم هواي ما شاء الله وتدون تاخذون رزقكم. صحيح. وأصحاب المحلات يقولون والله الجماعة هنا ولدنا يعني مو ما يصير يدخلونا للسوق ويفرونها هسه هاي الفرة مالتك يعني هسه هاي أخوة وقالوا عليه. هذه ملاحظة تاخذون بيها لو ما تاخذون بيها. انت ايش تحكي صحيح وكلامك صحيح. اي صحيح هم كلام صحيح والشرف كلام وهذا الشيء يعني هم على باب الله وباب رزق مو فرع يعني مال شارع عام يجوا فرع. اي بس الزبون يصعد ويانا او الموظف مرات مستعجل فنضطر لازم نوصل لي قدام فيجبرنا يعني اذا ما توصل لي قدام ما يعطيك كرو كامله امانه الله ورسوله. هذا هاي اي سبب. اي هذا السبب اللي يخلينا من طب يعني طب جو. هسه هم ناشدوا السيد وزير الداخليه وناشدوا المرور ويريدون سيطرة يخلونها هناك. إذا صارت سيطرة شغلتكم تتعب. هنا أنا بالرشيد. لا هنا خلون سيطرة براس الشارع. هنا أنا سهلة عادي ما يثرون علينا. هسا بالنسبة لي غير الصراحة ما أدخل جو حد لي قدامي يعني بس هذا الولد جبرني. زين. أقول مثلا لو واحد يقول هذا الولد وغيره ولد. أي با أي. مو عيب من المحلات الصراحة استحي بالقران. أول شيء استحي من عندهم لا واحد يدب لك كلمة أو حتى إذا دب لك كلمة ما أحكي أنا. لأنه هو حقه. هم على
باب الله. اي على باب الله طبعا. اي وكلاء لازم يصير اكو تنسيق بينات. اي وكو بعض الاخوه مع احترامات يعني للزينين اكو ناس تبون كلش مو حلوين المحلات. يعني قل له ما فارها ببيتك انا فارها بشارع. هذا الشيء غلط. لان هو فرع صغير وتتفرها ومنها تراب هو وتترب ملابسهم. زين. اي فمين يبيش بيت تترب القاع. محمد انت هسه حاسب حساباتك كلها، هسه انا هاي ذكرتني بها مال التراب وتدمر ملابسهم، وصحيح هم اصحاب محلات وعندهم الشغلات الـ يعني الوان وهذه فتتترب. اي السالفه يضوجون من عندنا. انتم بيناتكم اكو حل ونتيجه لهذا الموضوع ولا لا؟ داعت حمود. والله غير الصراحه اذا هسه واحد من عندكم قال لي بعد توصل هناك ما وصل. لا هسه مو يقول لك. لا مو مأذينهم احنا غير الصراحه اذيه. قلت لك انا سماحتك. والله قلت لك بعض الاخوه انا ما يعني اذا تحكي وجوز اسلوبه غير اسلوب. اها. اي والله مو كله سواء. اكو زين ولا مو مو زين هناك شعر رشيد. اي عين. شعر. اي عين. اي باوع. يخص. مؤسسه لسه الدور رشيد من هناك صارت هنا في موضوع صغير. زين. وسد وسد خبط على رزقنا. اي ليش؟ اي باوع قطع رزقنا. لان واحد يعني عم على الكل. سوى. واحد يحسب. اي سوى فتشي يعني كلش غلط هو بس شو سوى بعد؟ قطعوا رشيد علينا. والله حمود انا هساي وصلت لك اياها لانه اذا وصلت لقياده الشرطه راح يخلون سيطره يمكن ويمنعونكم ابدا يعني ما توصلون لهنا وهذا هم ينقطع رزقكم. اذا يقدرون هاي الصبه البرتقاليه اللي قدام في بلاستيك. لا بلاستيك هاي بلاستيك ماكو يخلونها برا هناك وممنوع منك وفرها حدك يم الشجره وتطب الفرع ترجع النهر ما بيها شيء. بعد احنا مو كلها احنا نقول للطوارئ مدينه بس مو كلها. اي بقى ماكو هنا قلت لك بعض الاخوان هنا يعني لازم يطب جوا يعني بدل ما يذبح هناك ب 1000 لازم يطب جوا ب 2000 وعلى هاي اي اذا هناك ب 1000 واذا واذا طبوا جوا 2000 ولد سعيد جدا اشوفك في دور لك الله يخليك وادعو الله ان يحفظه الله يخليك رزقه ان شاء الله يا طيب كل الاخوه اللي موجودين في دور رحت لك كل واحد يحسب حساب الرزقه صحيح حلو. حلو ما تاثر على الناس وتسمع الكلمه يمكن انت سمعت الكلمه وسديت يعني او تغاضيت عنها بس اكو ناس لا والله يعني دور مشاكل لا من الطرف من الطرف اي صح اكو مثلا مرات الصراحه ابو تكتك يعني بس يعني يتمنى واحد من المحلات يذبل كلمه انا احكي لك صح المحلات هم يتمنى واحد من التكاتك يذبل كلمه يذبل كلمه فما يصير زحمه انت على باب الله اذا تطالع الصبح تعارك لا اطلع شو قد بيتكم اي والله والشارع يراد لخلق هاي اللي يرد عليك وهاللي يسبك وهاللي يضايقك وكل المواطن تغلس اي والله العظيم الله يعزك الله يديمك ورده عزيزي عزيزي ورده موفق ان شاء الله اخ عزيز والله حمود هذا حديثنا ويا حمود يعني واحد من شلونك حبيبي شو اخبارك قلبي يعني محمد يمكن تقبل حديثنا بس اكو غيره لا والله ما يتقبلون وهذا صار طبيعي يعني الان احنا مو بصدد انه نقطع رزقهم او هم ياثروا على المحلات او يسبب لهم مشكله لا هو القضيه انه واحد يحسب حساب الرزقه لانه هذا رزق وهذه يعني خصوصا هذه المنطقه يعني يحتاج لها واحد شويه يتحمل لانه المفروض التكاتك ما تدخل وصراحه ما تدخل المفروض يعني السوق ما يتحمل يعني انه وبعدين اصحاب المحلات ذكرنا محمد بقضيه انه من يفر الدراجه يصير مخرج الدخان والتراب باتجاه المحل هذا يسبب لهم مشكله الاخوه واصحاب محلات يعني هم يهتمون بالملابس وتفاصيلها لانه الوان عندهم شويه تاخذ هذا الاتربه وغيرها وهذا هسه احنا ملاحظه انطيناهم اياه بس يقول لك والله هو هذا باب رزقي وانا بدل ما اوصله لهناك اوصله لهنا ب 2000 دينار اوصله هناك ب 1000 دينار وهذا يحسب له حساب لانه يقول لك باب الرزق ولازم يعني شويه احسن من رزقي خلينا نشوف السلام عليكم ها ابدا خذ راحتك انا اشوف الناس القدامه ندخل لهم مجمع خان الخضيري للالبسه النسائيه هذا المجمع قديم خلينا ندخله واحد من المجمعات القديمه وتراثي تراثي على مستوى يعني تراثي قديم شيد بالاربعينيات او الخمسينيات ولا زال يعني لغايه الان وجمالية بفد لون من التراث القديم يعني مجمع بهذا الشكل بسيط بشيء من تراث البلد ومهتمين به حتى أصحاب المحلات مهتمين به جدا يعني مهتمين به وكل الحب والاحترام لهم وهذا باب رزقهم هم يعتبر يعني
يشوف الديزاين، يشوف الصوره حسن وي الاقواس الشبابيك القديمه، الطابوق القديم، يعني اللي يعني هذا اهتمام ايضا، هذا يحسب لاصحاب المحل اللي موجوده اهتمامهم وعينهم على هذا المكان، وتراث يعتبر مهم وفي قلب بغداد وبالتالي في شارع النهر. هذا تتخيلون هذا قبل 50 سنة شلون كان، يعني اكيد يعني كان تحفه في هذه المنطقه، واكو اهتمام، اكو اهتمام من الاخوه اصحاب المحال التجاريه اللي موجوده، كل الحب والاحترام لهم، يعني مهتمين بشكل او باخر، وهذا هم يعتبر باب رزقهم. انا سبق والتقيت بالاخوه بس هنا ما موجودين الظاهر، يعني هذا واحد من اماكن بغداد، حتى الابواب القديمه هي اللي نفسها موجوده، شيء تحفه والله، يعني يحسب لهم. خلينا نتمشى طبعا اطلالته على النهر، نهر دجله، يعني هذا ايضا هم واحده من الامور اللي هي تخلي تنطي انطباع جيد او تنطي فد صوره حلوه. شلون اخوي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله تسامت خير وبركه. شلون؟ اهلا وسهلا. كل اللي بك الحمد لله بخير. كل الله يحفظك. الله يحفظك. الله يرزقك والجميع يحفظ. اشكرك حبيبي. شبابنا الابطال والله. الله يحفظك. انا افرح من اشوفك. اهلا وسهلا. وهالحين شرفتونا. شلون الامور؟ نعمه بخير. تحيا ان شاء الله. الحمد لله. شلون المجمع ووضع؟ والله يعني نوعا ما. يعني هسه موسم. اي بس الوضع يعني كلش ركيك من ناحيه السوق. اي ماكو دولار يمكن، او الاحداث اللي جاي تصير نوعا ما هي هواي لها اسباب، من الاحداث الدولار. الاسم الكريم مرتضى. رضوى حبيبي هواي التقى بمرتضى والله. مرتضى مصطفى. الله يحفظك. الله يديمك. الله يحفظك. يمكن الاحداث هي سبب خلل. نعم سبب خلل. السبب خلل الدولار له دور. اي وضع يعني متفاوت، صعود نزول يسبب شلون نقول قلل الاقبال على البضاعه. زين رضوى هسه احنا متفقين انه تقريبا 50 52 53، نعم. يعني 2000 دينار صاعد، 2000 1000 ونص نازل هالشكل، هذا ياثر على انه واحد يمنع انه ما يجي للسوق، يعني معقوله؟ اي يسبب هذا الشيء، يعني 1000 1000 ونص. اي نعم وهي مثل ما نقول تجمع. زين اي يعني واكو هواي منافذ انفتحت، انه ظل مثل ما نقول ابو المحل ظل يتواصل ويا الخارج. اها يعني وظل بالخارج انا ابو المحل هناك ينطيع على التصريف مثل ما يقول، فمثل يشحن له مثل اذا يسوق مثل بشد ينطي فد مبلغ بسيط ويظل على التصريف، فاهم سبب ضعف السوق. هو يروح يجيب بضاعته هم سفره وهم هو ابو مفرد، او يختصرها باتصال باتصال ابو مفرد ابو محل، يقدر يخابر اي ابو معمل بسوريا بتركيا وينطي الموديلات يقول له هاي اريتها ويدز له البضاعه ويشحن له فيحول 1000 دولار ورا 1000 على التصرف مثل ما نقولها. هنا دور التاجر تقريبا انتهى. انتهى يعني النسبه قلت قبل، اذا نقول الشغل 100% يصير 50% للاسف. وللاسف والموديلات تقلدت هم سبب الضعف. اي انا رضا جدا ممتن. كل الهبي. الله يحفظ. شرفتونا. الله يحفظك. اهلا وسهلا. جزاك الله خير اخ عزيز. شرفتنا. الله يرزقكم ان شاء الله. الله يرزقكم حبيبي. هذه يعني من حكينا ويا رضا وحكينا ويا الاخوه البقيه، طبعا اطلاله النهر قدامنا، نتمنى انه الصحه والخير والبركه للجميع. تقبلوا ودي واحترامي انا محدثكم محمد الكابي والزملاء اللي رافقوني اليوم بهذه الحلقه، المصور حسن ومساعد المصور محمد لطيف. تحياتي وسلامي لكم، الى اللقاء.